سلمى، بداية حلقتنا لليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم، أسئلة واستفسارات كتير وصلتنا على صفحتنا وعلى بريد صباحنا غير. نحكي اليوم عن التلاسيميا، شو الفرق بينه وبين نقص الخضاب، شو مدى خطورته وكيف طرق العلاج. هاي التفاصيل اللي رح نحكيها بالتفصيل مع الدكتور قصي الزير. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم وصباح جميع الأخوة المشاهدين. يسعد صباحك دكتور. صباحك ورد. يعني اليوم الموضوع الظاهر للعالم بيبين انه مرض معروف عند كتير ناس، وفي ناس بتعرفه شو هو التلاسيميا، ولكن حقيقة في كتير اختلاطات ومعلومات شائعة ممكن تكون غلط. صحيح. عن مرض التلاسيميا. بداية خلينا نعرف الناس شو هو التلاسيميا. رح كون احكي ببساطة مشان الاخوة المشاهدين يعني ياخدوا فكرة بسيطة بس تكون عميقة شوي. مرض التلاسيميا هو مرض وراثي، يعني وراثي، ما بصير يجي لا عدوى ولا بيجي بشكل فجائي واحد ما في عنده بالعائلة تلاسيميا أو بعائلة الأب أو الأم، أو مو حاملين الأم أو الأب لمورثة التلاسيميا. الابن يعني ما بيجي مصاب إلا إذا كان في الأم والأب حاملين للمورثات. إذن هو مرض وراثي. بالمبسط هذا المرض بيخلي الكرية الحمراء يلي عمرها 120 يوم، يلي هي بتجول بالجسم وبتاخد الأكسجين وبتوصله للخلايا، هاي بتتكسر وبتصير بتموت خلال أسبوعين لأربع أسابيع. فدائما عنده النقي ما بيلحق يعوض فقر الدم أو تكسر الكريات الحمر يلي عم تكون خلال أسبوعين لأربع أسابيع، الطبيعي لل 120 يوم متوسطة. فبصير عنده فقر دم، ما عم يلحق النقي العظمي اللي مكان توريد الكريات الحمر أو تصنيعها، ما عاد يلحق. فهون بتظهر عند الطفل أعراض فقر الدم، وهذا الشيء بيظهر بعد الست شهور، بعد التسعة شهور، لأنه قبل بيكون في هناك الخضاب الجنيني عند الطفل ممكن أنه يحافظ على خضاب معين، بس لكن بس يصير الخضاب الأساسي تبع الإنسان يلي بعد الست شهور بتبلش تتكسر الكريات، ببلش تظهر الأعراض يلي حسب نوع المورثة كمان ممكن تكون خفيفة، وبعض المورثات ممكن تكون تقيلة وشديدة وتعطي أعراض أشد من فقر الدم الانحلالي يلي سببه مرض التلاسيميا الوراثي. نعم دكتور، قبل ما نفوت بقصة التحاليل وكيف الأم أو الأهل ممكن يكتشفوا هذا الشيء، شو هي ممكن الأعراض يلي بتظهر على الطفل سواء كان طفل رضيع أو حتى بأعمار مثل 4 سنين أو 5 سنين؟ تمام. هلأ عندنا نحن تلاسيميا الصغرى هو حامل للسمة، ممكن الأب هو عنده مورثة الأم ما عندها، فممكن هو يجي حامل بنسب بحسب نسبة المورثات. حامل المرض ممكن إذا كانت مورثة بسيطة هو إنسان طبيعي ما بتظهر عنده أي أعراض، ممكن إذا كانت مورثة شوي قوية نسميها تلاسيميا صغرى يظهر عنده أعراض بسيطة من فقر الدم يلي ممكن الطبيب ما يتنوه له ويضل يعطي حديد ويضل يعطي يعالج بأدوية معينة. التلاسيميا الوسطى ممكن تكون تلاسيميا صغرى بس قوية، وهون تظهر أعراض فقر دم أشد وممكن الطبيب يشك ويتعالج بآلية معينة، أو هي عبارة عن مورثتين أخذها من الأب والأم لكن المورثات ضعيفة فبيعيش وسطى لعمر معين ما بيحتاج للنقولات دم إلا بس تكسر المعاوضة. التلاسيميا الكبرى هو حامل المورثتين من الأب والأم، هون بنحكي بالوراثة. بعدين هون تجي فقر الدم ممكن يكون حسب كمان نوع المورثات، قد يكون مبدئيا ببدء الحياة شديد يعني بعد الست شهور سبعة شهور ببلش تتكسر الكريات، يظهر عنده فقر دم، تململ، لون شحوب، عصبية، يعني قلة شهية، اضطرابات سلوكية، أعراض فقر الدم وشدته بتظهر عند الأطفال بهالأعمار هاي. فبتلاقي بيعمل الطبيب تحاليل بيلاقي خضابه نازل زيادة، بيشك بالتلاسيميا، بيعمل تحليل اسمه رحلان خضاب ممكن تظهر في المرض. وهون بقى خطط العلاج بنقولات الدم يلي يعاني منها الطفل والأهل والدولة والمجتمع.
من كل اسبوعين لاربع اسابيع بيصير بده نقل دم، وهذا ممكن يبلش من عمر السنه او السنتين للطفل. بيحتاج ليعيش ليستمر بالحياه هالدم يلي هو الغذاء لجسمه، فبيحتاج كل اسبوعين لاربع اسابيع ايام شهر لشهر ونص في البدايه. لازم يكون الدم ضمن مواصفات عالمية، ونحن للأسف بسبب الحصار الجائر علينا ما فينا عم نأمن الدم المثالي للأطفال. لازم ما ينزل خضابه عن 10 ضمن معايير قديمة حاليا لل 11 و12، بس خلينا نمشي على المعايير القديمة. للعشرة خضابه لازم ما ينزل، عم نلاقي أطفال خضابهم 8 و6 ومتعايشين بالدم، وبسبب قلة التبرع بالدم ممكن بعض الأحيان ما فينا عم نرفع له خضابه للعشرة، وهذا كمان بيزيد من الاختلاطات عند مريض التلاسيميا بعد 20 نقل دم. وبسبب فقر الدم عندنا الكرية الحمراء هي فيها شوارد للحديد، تعرف تتكون من شوارد الحديد هي اللي بتنقل الأكسجين للخلايا. شاردة الحديد بس تتكسر الكرية ومن نقولات الدم الكتيرة بتصير بالجسم ما بتطلع من الجسم، فالكرية شاردة الحديد إذا ما طلعت من الجسم بتترسب على الأعضاء، وبس تترسب على الأعضاء بتصير العضو مثل الحديد عم يترسب، فبيصير ببطل يعطي الوظيفة تبعه. بيترسب على القلب، بيعمل اختلاطات قلبية، بيترسب على الكبد بيعمل اضطرابات كبدية، بيترسب على الغدد الصم، بكل الغدد الصم بالجسم من الغدة النخامية للغدة الدرقية للغدد التناسلية، فبيعطي اختلاطات. فشاردة الحديد هون بتصير بقى كل ما لا بتزيد، وهي اللي بتسبب الاختلاطات وبتسبب يعني صعوبة الحياة عند هالطفل. فهون لازم نحن نأمن له أدوية تسحب هالحديد من جسمه، وهي الأدوية صار في أنواع من الأدوية، لكن بسبب الحرب اللي صارت ببلدنا كنا نجيب من أفضل الشركات. هاي الشركات اللا إنسانية انسحبت من البلد وبطلت تعطي، فتصدت لها الموضوع شركات وطنية صارت تصنع هذه الأدوية، لكن بكميات قد تكفي أو لا تكفي للمرضى. وهون بقى المعايرات والاختلاطات والمعاناة صحيح يلي بيعيشها مريض التلاسيميا للأسف التلاسيميا الكبرى. طيب دكتور، يعني خلينا نقول نحن عرفنا انه هو مرض وراثي وهو مرض خطير، يعني ما انه مرض يستهان فيه، لانه مثل ما قلت حضرتك ببلش رحله العذاب من الطفوله. رحله عذاب، رحله كثير صعبه على وخصوصا بالظروف اللي نحن عايشين فيها. طيب هل الفحص اللي بينعمل للازواج قبل الزواج هو كافي لحتى نغني أنفسنا ونغني طفل قادم على الحياة من أنه هو يكون مريض تلاسيميا؟ هل هي الطريقة الوحيدة لاكتشافها؟ وهل ممكن ينعمل هذا الفحص بعدين فجأة بعد فترة نتفاجأ أنه الطفل طلع عنده تلاسيميا، ولا مستحيل؟ تمام. هلأ نحن يد بيد للقضاء على وجود إصابات جديدة بالتلاسيميا، اشتغلنا عليها ما قبل الأزمة ووصلنا إلى مراحل عالمية يعني حقيقة، لكن إجت الأزمة توفى كثير من المرضى لعدم وجود الرعاية، لأنه أكتريتهم كانوا بخارج سيطرة الدولة. مراكز الدولة مأمنت لهم مراكز ضمن المحافظات، بيراجعوا المراكز الدولة بتأمن الأدوية مجانا بتأمن الدم مجانا، لكن في صعوبات مثل ما الصعوبات الموجودة بسبب الحصار الجائر على بلدنا سوريا الحبيبة. أكيد التقرير الطبي ما قبل الزواج أساسي. هلأ في عنا عائلات عندها أم مرض التلاسيميا، فمنفضل ما يتزوجوا من بعض هدول، لكن ممكن واحد من دير الزور يتزوج واحدة من درعا صدفة، يطلع هذا حامل وهذا حامل السمة ويتزوجوا. فنسبة مع كل حمل نسبة أنه يجي لي مريض تلاسيميا الربع، وهي نسبة عالية جدا. يعني في عنا عائلات بيقول لك إيه الربع بنتكل على الله بنجيب ولد ما رح يطلع عن موجود، في عائلات كل حمل عم يجي عنده تلاسيميا. ما بتعرف هذا الاحتمالية، يعني ما في الإنسان يعني هو يضبطها. فإذا التقرير الطبي ما قبل الزواج في تحليل اسمه رحلان الخضاب، نحن عندنا بيتا تلاسيميا والفا تلاسيميا، لكن بمناطقنا الشرق الأوسط هي البيتا تلاسيميا هي السائدة، الألفا تلاسيميا نادرة جدا. فنحن على البيتا تلاسيميا أكيد عندنا نسبة حملة المرض
بحدود 5-7%. يعني ممكن أنا أكون حامل المرض، حامله بس عايش إنسان طبيعي، ممكن أنت حاملتي، ممكن السيدة حاملته، فإذا ممكن أنا أكون حامله. إذا بدي أخطب لازم أتأكد أنه الخطيبة ما تكون حامل المرض بتحليل اسمه رحلان الخضاب، أنا أعمل تحليل وهي تعمل. هلأ إذا كانت أنا حامل المرض وهي حامل المرض يفضل عدم الزواج. نحن لساتنا بمحاكم شرعية، أكيد وزارة هلأ حاليا وزير العدل أصدر قرار أنه لازم التقرير الطبي ما قبل الزواج عند أي عقد زواج لازم يكون موجود، وإذا كان في حملة يفضل عدم تزاوجهم. لكن حقيقة الزواج الشرعي فيك تنصحيهم بعدم الزواج، بس ما فيك تمنعيهم من الزواج. إذا المحكمة ما سجلتهم بتزوجوا عند شيخ وبعدين بيثبتوا الزواج. هو لازم يكون في قناعة داخلية أنه أنا إذا بدي ابني أسرة، مؤسسة الزواج هو بناء أسرة، فإذا أنا بعرف أنه ممكن أوجد أطفال يعيشوا بكآبة ببؤس وبعذاب، يفضل من البداية أنه ما أنشئ هالمؤسسة هاي وأوجد أطفال ببؤس وبحياة كتير صعبة ضمن مصاعب الحياة. كل أسبوعين لأربع أسابيع بدي روح على بنك الدم وأمن كيس دم لأبني، إذا عندي ابنين كيف بدي أمن لهم الدم وبدي روح أعطيهم إياه، ما بالك كمان على الاختلاطات، بدي أمن الدواء تبع السحب الحديد والاختلاطات، بده يصير عندي اختلاطات قلبية بدي عالجها، وبدي يصير عندي اختلاطات غدية بدي عالجها. يعني بده يعيش الأهل بمتابعة الأمراض، وبتلاقي بالأخير بمله وبيترك ابنه ليمشي بقدر يعني عذاب وقدر يعني حزين ضمن هالعائلة هاي، وبتلاقي بيجيبوا ولد تاني، بتلاقي انصاب التاني. طيب ما أنتوا جربتوا بطفل حاجة. فإذا التقرير الطبي ما قبل الزواج أساسي، نتمنى من كل اثنين مقبلين على الزواج إجراء التقرير الطبي ما قبل الزواج ضمن عيادة الفحص الطبي. هي بتعمل للتلاسيميا ولأمراض التهاب الكبد والإيدز والتهاب الكبد سي، يعني على عدة أمراض. يعني هون الوقاية من هالأمراض أهم شيء هو التلاسيميا والمنجلي كمان لنكون كمان هذا. فإذا التقرير الطبي ما قبل الزواج أساسي. التبرع بالدم، نحن عندنا ثقافة التبرع بالدم بسيطة. هل أطفال هدول يلي عددهم حاليا بسوريا بحدود 5-6 آلاف طفل أو إنسان مصاب بالتلاسيميا يحتاجون للحياة لكياس الدم؟ نتمنى ثقافة التبرع بالدم أنه تكون هي زكاة الجسد عن نفسه. هالنقطة الدم اللي عم تبرع فيها عم تحيي إنسان لاستمرارية حياته، لاستمراريته بوجوده. فنتمنى ثقافة التبرع بالدم كمان عند الأخوة المشاهدين تكون موجودة بحافزة الداخلي الإنساني الأخلاقي الديني، يعني الإنسانية الإنسان، وهي مفيدة للجسم. يعني أنا إذا بتبرع بالدم بأعمار الشباب هي مفيدة جدا للجسم، فيعني بيأخذ فائدة التبرع ويأخذ كذلك زكاة التبرع وحسنات التبرع إذا بدنا نحكي بأسس المجتمع والإنسانية الأخلاقية اللي عم نعيشها. نحن نناشد يعني هالحظر الجائر اللي صاير على سوريا، هالشركات اللي أنا بعتبرها اللا إنسانية اللي بطلت يعني تتعامل مع بلدنا الحبيب. دائما الحظر الجائر الاجتماعي والصحي هو يؤثر على المجتمع وعلى صحة المجتمع. فبأي حق هذه الدول يعني التي تعتبر نفسها هي يعني ظل العالم للأخلاق والإنسانية، هي لا تحمل لا أخلاق ولا إنسانية بهالحصار أو هالعقوبات الجائرة على بلدنا، لأنه هذا الشيء عم يأثر على مجتمعنا صحيا واجتماعيا، وعم نشوف هالآثار هاي نحن من خلال عملنا الطبي بعدم وجود كتير من الأدوية، لأنه الشركات ما بتأمنها بسبب يعني مدارات لبعض الدول العالمية ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتعتبر حالها هي حق القضاء للعالم. وهذا الشيء نحن يعني هيك همسة من على منبر الأخبارية حاجتهم يحكوا بالأخلاق ويحكوا بالإنسانية، وهن عم يقتلوا الإنسان وما عندهم أخلاق للأسف.
نعم دكتور، احد الاسئله يلي وردتنا على بريد الصفحه وكان استفسار كثير مهم من احد الاشخاص انه سبب عدم قبول هؤلاء الاشخاص، يعني احد الاشخاص بيعاني من التلسيميا، عم يسال شو سبب عدم قبوله ان كان في النقابات او حتى في مجال الاعمال الاداريه، هل هذا الشيء فعلا موجود دكتور؟ هو السبب للاسف مجتمعنا، انا بعتبر حالات نفسيه بالمجتمع، يعني بالمدارس بيعاني الطفل انه كل اسبوعين لثلاث اسابيع بده يقطع دوامه وبيصير عنده ضعف ووهن وبده يروح ينقل دم. نتمنى من ادارات المدارس، من وزاره التربيه، مراعاه هؤلاء الاطفال، اخذهم بعين الاعتبار بالنظره الانسانيه الخلقيه. هدول ما كثير نحن نقول له ايه انت مريض شو بك كل اسبوعين بتغيب كذا. ايام الجهل بالشيء يجعل من الأساتذة أو من المتعاملين مع هؤلاء الأطفال يزيدونهم العبء النفسي والاكتئاب، فبتلاقي الطفل بصير بيكره يروح على المدرسة، الأستاذ عم يخانه ليش عم تغيب، ما هو فقر الدم عم يعمل له اضطراب نفسي وسلوكي وبده يروح ينقل دم. تصوري بده يقعد ثلاث ساعات بنقل الدم أو أربع ساعات كل اسبوعين، كمان هي شغله نفسيه صعبه، يعني الله لا يوريها لحدا يعني. صحيح. فلازم اذا اناشد وزارات التربيه بهدول اعطائهم همسه يدخل ويطلع مثل ما بده، الانسه تبتسم له وتعطيه نوع من او الاستاذ يعطيه نوع من الامل بالحياه او يساعدوه رفقاته حتى يطلع من كآبه المرض. نتمنى من انه يطلع قانون انه هدول يعتبروا من الناس يلي عندهم اصابات ويحاولوا يوصفوهم بالادارات او يوصفوهم. للاسف لحد الان هدول اذا بيراجعوا بعض ليتوظفوا ما بينظروا لهم نظره انسان طبيعي وما بيوصفوهم، كمان بيعانوا كثير الا بعض الشركات الخاصه ممكن كصاحب الشركه يكون عنده وجهه نظر انسانيه. يعني شو الفكره انه نحن ما نقبل مريض تلسيميا؟ شو بيختلف على الانسان الطبيعي؟ يعني اذا عم نحكي عن شاب متخرج من الجامعه ودارس اربع سنين فهو شخص يمتلك قدرات. يعني هو صحيح كلامك، بس للاسف احكيها بكل صراحه، بسبب الاختلاطات الموجوده عندهم، بسبب نقولات الدم المتكررة، بسبب ترسب الحديد على أعضاء الجسم، البقية عندهم ما عم يكون بحياة طويلة للأسف، بسبب عدم استطاعتهم للمتابعة الدراسة أكتريتهم من الطبقات الفقيرة، وبتعرف الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وللأسف مجتمعنا إذا بده يتبرع، إذا ما تبرع وبين التبرع تبعه ما بيتبرع على هؤلاء، يعني هدول تحسن عليهم التبرعات حقيقة لأنه طبقات فقيرة وبتلاقيه عنده عزة نفس، يعني ما أنه بيكسر نفسه، بتحسيه بده يعيش طبيعي مريض التلاسيميا، وهذا حقه من حقوق الإنسانية ومن حقوق المجتمع، حق عليه هو حق المجتمع أنه يعيشه بإنسان طبيعي. لكن بسبب الوضع الاجتماعي الخاطئ عنا أو العادات والتقاليد الخاطئة ممكن ما يوصل أنه يعيش بالحياة الطبيعية، لا بالدراسة ولا أنه متابعة الاختلاطات تبعه، مع أنه وزارة الصحة إذا ما كان بالمراكز التلاسيميا موجود متابعة الاختلاطات تبعهم بيتابعوا بمشافي وزارة الصحة المنتشرة ضمن المحافظات مجاني. يعني نحن بمشفى المجتهد، مشفى دمشق، المشفى العملاق، مؤسسة نحن بعتبرها مثل بيتنا، يعالج أي مريض بيراجعنا من التلاسيميا أو المنجلي بأي اختلاطات مجاني، ومشافي أخرى بكافة المحافظات. أكيد وزارة الصحة مشكورة ترعى هذا، لكن أيام بتكون المواد قليلة، فنتمنى من المجتمع أن يرعى هؤلاء الأطفال اجتماعيا، أنه يحسن لهم الحياة بالمدارس، يحسن لهم العطاء حتى يوصلوا إلى سن الجامعة، وهذا شيء قليل أنا بشوفه بينهم. دكتور هذا اللي كان بيسألك عنه، حضرتك قلت أنه هن بيعيشوا لأعمار قصيرة، يعني متوسط هلا الأعمار في أوروبا بسبب العناية الفائقة بيعيشوا إنسان طبيعي. لكن عنا من الصعب جدا انك تتابعي للاسف، انه لازم ما ينزل اذا خضابه. توفرت له العنايه المناسبه بيقدر يكمل صحيح. حياته بس بدي امن له دم مناسب، ما لازم ينزل خضابه عن العشره، لازم امن له الدم المناسب بشروط عالميه كريتيريا، وهذا صعب جدا. لازم اخلو بالحديد من جسمه، ما يطلع الفريتين، وهذا غير نسبة متوفر الحديد عنه. بالجسم متوفر، لكن بآليه بسبب الحصار على بلدنا ما فينا عم نقدم
ما نستطيع ما بهاجسنا الطبي بالشكل الأمثل، وهذا الشيء عم يأثر على حياتهم. كمان هنن ضمن عائلات فقيرة، جيتهم على المراكز، كلفة الطريق، كلفة بده يترك الأب شغله، عنده طفلين، بده كل أسبوع يجيب ابن، بده يأمن له دم، بده يأمن متبرع للدم. يعني نحن نتمنى أنه يعني همسة من بنوك الدم أنه ما يطلبوا من مريض التلاسيميا متبرع. هلأ حقهم بدهم في بنك لازم يضل، بس هذا المريض منين الأب بده يجيب متبرع؟ هذا الأسبوع ممكن أمن جاري، الأسبوع الجاي الجار، بالأخير ما عاد حدا يتبرع له. فيعني هي همسة، معاناة صعبة. نتمنى أنه الناس تلتزم لحتى ما توصل لهالمرحلة أصلا. يعني بالضبط. لو التزموا من البداية يمكن ما كنا وصلنا لهم. القضاء على وجود مريض تلاسيميا هو الأساس يعني عملنا كجمعية أصدقاء مرضى التلاسيميا، كوزارة الصحة، كبرامج وزارة الصحة، بالتوافق مع وزارة الأوقاف، وزارة العدل. نعم. حتى بما نستطيع مع التقرير الطبي ما قبل الزواج أنه نحد من زواج الأقارب يلي عندهم إصابات بالتلاسيميا، ونحد من زواج حملة المرض بما نستطيع، حتى ما بقى نوجد طفل يعاني من معاناة. صحيح. المرض هي شغلة، والموجودين نحاول نرعاهم بما نستطيع بتكافل المجتمع بكافة جهاته، إن كانت وزارات وإن كانت دولة، ولا إن كان مجتمع مدني، ولا إن كان يعني ما يشعروا أنه هذا إنسان غير طبيعي. نحاول نأمن لهم ما نستطيع من تبرعات، حتى نعم. نأمن لهم ملبس، نأمن لهم أكل، نأمن لهم شيء يعطيهم السعادة ويعطيهم البسمة حتى تستمر حياتهم. وإن شاء الله ما بقى نشوف مرضى جدد، لكن للأسف بضمن مجتمعاتنا وضمن هذا عم نشوف كثير إصابات جديدة، وهذا للأسف. نعم أكيد. نشكرك دكتور كل الشكر على الإضاءة على هذا الموضوع يلي كثير مهم، ومثل ما قلت نتمنى يوصل صوتك بشأن التبرع بالدم. أي شخص قادر يتبرع ما ننطر أي طلب، يا ريت يكون هذا الشيء نابع من إنسانية وإحساس بالغير يكون كثير كبير. شكرا لك دكتور، أكيد الصحة والسلامة للجميع. شكرا لكم، ويد بيد للقضاء على وجود مرض تلاسيميا لهالبرنامج الجميل. بتمنى توصل هالهمسة للمجتمع، حتى نشوف البسمة على وجوه أطفال عايشين بكآبة بمرض حزين مع عائلات فقيرة حزينة. شكرا لكم. شكرا لك كثير دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها.